اهلا وسهلا بحضراتكم. بعض الزملاء سالوني على الزتونه بتاعه الماركتنج ريسيرش، الخلاصه المفاهيم الاساسيه للماركتنج ريسيرش بانواع بقى المختلفه الاكسبلوراتوري والديسكريبتيف. يعني حبيت ان انا اجمع لكم المعلومات الاساسيه للماركتنج ريسيرش، هنحطها كده في فيديو واحد، لكن طبعا بنصح حضراتكم ان احنا نشوف السلسله الكامله من الكورس. اهلا وسهلا بيكم، وان شاء الله تستفيدوا بالزتونه في الماركتنج ريسيرش. السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم. نتكلم على توبك مهم جدا اللي هو الماركتنج ريسيرش. الماركتنج ريسيرش احنا بنتكلم على ابحاث تسويق هتساعدني عشان ايه؟ عشان اقدر اخد القرار المظبوط في الوقت المظبوط. بنتكلم على القرار الانسب للشركه، القرار الانسب للبرودكت اللي انا شغال عليه او البيزنس يونت اللي انا شغال عليها. يمكن انا كنت مقدم اكتر من حاجة وعشرين فيديو في الماركتنج ريسيرش، بنتكلم على 10 دقايق تقريبا لكل فيديو في المتوسط يعني. لكن احنا دلوقتي بقى عايزين نتكلم على الزتونة، الخلاصة، البريف، ايه الحاجات الاساسية، البرينسيبلز الاساسية اللي انا اكون فاهمها في الماركتنج ريسيرش اللي هتساعدني في عملية الديسيجن ميكنج. فحبيت ان انا الخص اهم العناصر الاساسيه في الماركتنج ريسيرش ونخليها في فيديو واحد. اهلا وسهلا بحضراتكم. التوبيك اللي هنناقشها بنتكلم على الديسيجن ميكنج، بنتكلم على الماركتنج ريسيرش برسبكتيف، ايه هو تعريف وايه هي ادواته. هنتكلم على الاكسبلوراتوري ريسيرش ديزاين. يعني اكسبلوراتوري ريسيرش يعني استكشافي، ها عايز كده داخل اوضه ضلمه وعايز استكشف الحاجات اللي جواها. فبنتكلم على الاكسبلوراتوري ريسيرش له طبعا ادوات مختلفه زي الفوكس جروب، عندنا الاندبس اكسبرت انترفيو، بقعد مع حد صاحب خبره في المجال بتاعه وبساله مجموعه من الاسئله. طبعا الفوكس جروب انا بقعد مع مجموعه من الاشخاص من 8 مثلا ل 12. في عندنا كمان السكندري داتا، سكندري داتا او سكندري داتا دي نوع من انواع الاكسبلوراتوري ريسيرش ديزاين، انت بتجمع معلومات من مصدر اوريدي تم عمل البحث فيه. يعني عندنا مثلا احنا كصيادله وكبرودكت مانجر في شركات الفارماسيوتيكال عندنا الاي ام اس داتا، بنشتري بندفع فلوس في الداتا ديت لشركه متخصصه في مجال البحث الماركتنج ريسيرش، بتدينا داتا معينه، من خلال الداتا دي تقدر تعرف انت واقف فين بالظبط، انت الماركت شير بتاعك مثلا قد ايه، انت معدل الجروس بتاعك قد ايه، الكومبيتيتورز بتوعك، حجم الماركت كله بيزيد ولا بينقص. فدي بالنسبه لنا تعتبر سكندري داتا تقدر تساعدك في اتخاذ القرار. في عندنا انواع الديسكريبتيف ريسيرش ديزاين، في عندنا طبعا ديسكريبتيف يعني وصفي، انت هنا بقى بتخش في ارقام، بتخش في ديتيلز، بنسميه الكوانتيتيف، على عكس الاكسبلوراتوري بنسميه الكواليتيف ماركتنج ريسيرش. فعندك الديسكريبتيف الوصفي المعتمد على الارقام كوانتيتيف، في عندنا جزئيه السيرفي كواتشينير الاستبيان، المسح دي كلها الترجمة بتاعتها انك تعمل حركة كواتشينير معين بتجمع فيه مجموعة من الاسئلة اللي بتساعدك لما البارتيسيبانت يرد عليها، بيساعد حضرتك انك تقدر تجمع داتا وتعمل عمليات بقى احصائية كتير. وفي عندنا كمان ديسكريبتيف ريسيرش ديزاين اللي احنا بنسميه الاوبزرفيشن او عملية الملاحظة، بتلاحظ السلوك بتاع الكاستمر او البوتنشال كاستمر بتوعك، ها الناس اللي انت بتستهدفهم، وبتشوف كده الناس ديت ممكن فعلا تقبل مثلا على المنتج بتاعك ولا لا، او اذا اشتريته بتتصرف معاه ازاي، بتتعامل معاه ازاي، وهكذا. اسئله كتير بتواجه اي حد شغال في مجال المانجمنت، انك تاخد قرار فعلا في الفتره اللي احنا فيها او في الظروف اللي احنا فيها، الانفايرومنت، عوامل كتير معاكسه، حاجات تساعد، حاجات يعني توقف المسيرة، أو حاجات متعلقة ب زي ما شفنا كده الكوفيد، الكومبيتيشن، حاجات كتير بتخليك انت قلقان، فاكتورز بتأثر على اتخاذ القرار بتاعك. على سبيل المثال، هل المنتج الجديد انزل بيه دلوقتي ولا انتظر وقت افضل؟ هل مثلا في الشركة بتاعتي اعمل نيو لاين، يعني انا انزل بمنتجات جديده، طب اعمل لها لاين منفصل ولا احطها ضمن مثلا البيزنس يونت اللي اوريدي موجوده عندي؟ ده سؤال. الادفيرتايزنج كامبين اللي انا عامله، افترض ان انا عندي منتج وعامل عليه حمله دعائيه بشكل معين ليها سين معين، هل اكمل عليها ولا اغيرها؟ ها
الناس ملت منها، الناس ما حبتهاش، الناس ما استجابتش، او العكس في استجابة كويسة، اكمل عليها بنفس الطريقة ولا اغيرها طورها؟ سؤال. السعر بتاع المنتج، هل ازوده ولا اثبته ولا اقلله؟ الاسعار زي ما احنا عارفين بتزيد، التكلفة بتزيد، طب ازوده، طب الامباكت بتاع عملية الزيادة ديت ممكن يوصلني لايه؟ هل هتأثر على مبيعات المنتج؟ ده سؤال. هل مثلا اهاير تيم ممبرز، هل اعمل اكسبانشن في اللاين بتاعي، ازود عدد الميديكال ريب، بدل مثلا ما كان عندي نفترض 40 او 45 ميديكال ريب في اللاين بتاعي، طب لو حبيت اعمل اريات جديده، كرييت اريات او بريكات جديده، طيب هل دوت هيكون له امباكت ايجابي على يعني السيلز بتاعتي ولا لا؟ دي كلها زي ما قلت لحضرتك ايه، اسئله بتواجه اي مدير، فانت بتبقى محتار اكمل ما اكملش، اخد القرار ما اخدش القرار. ده محتاج البحث التسويقي اللي احنا دلوقتي في الصدد للشرح بتاعه. مبدئيا فيما يخص عمليه الديسيجن ميكنج، انت عند حضرتك اكتر من كونديشن. اي حد بياخد قرار بيواجه ظروف معينه، الظروف دي فيها ظروف السيرتينيتي، ان انا بكون متاكد ان انا لما اخد القرار دوت ان شاء الله هينجح، او ان الظروف الكونديشن بتكون فيها ريسك كبير، ها احتمال 50% مثلا 50%، او في انسرتينيتي كونديشن بمعنى ان ممكن 70% افشل مثلا لا قدر الله يعني. طبعا النسب مش بالظبط كده، لكن انا بقرب لك الدنيا يعني. فعندك السيرتينيتي وعندك الريسك وعندك الانسرتينيتي. المعامل الريسك هنا او الامبيجوتي، مع طبعا حالات السيرتينيتي بيكون الريسك قليل، لكن كل ما بطلع لي كونديشن تانية زي الانسرتينيتي، لا هنا بقى الامبيجوتي، وان ممكن اخد قرار خطأ، بتكون هنا نسبة اعلى في حالات الانسرتينيتي. ايه الفرق ما بين الثلاثة كونديشن دول؟ الفرق ما بين الثلاثة كونديشن، ان عندك مثلا السيرتينيتي، في حالة السيرتينيتي انت بتتكلم ان الديسيجن ميكنج بيكون قدامه كل المعلومات متاحة، الاوت كامز او النتائج بتكون برضو معروفة او فاميليار او احنا تعودنا عليها، الكونديشن بتكون ستيبل، مفيش تغييرات يعني دراماتيكيه في الماركت. لكن في حاله الريسك كونديشن، لا الدنيا بتكون مختلفه شويه، ممكن الجولز تكون قدام الديسيجن ميكر باينه، المعلومات بتكون متاحه، لكن الاوت كامز بيكون فيها قلق شويه، لان انت عندك اكتر من سيناريو ممكن تختاره. ها اختار امشي في الطريق A ولا الطريق B، وكل حاجه ليها طبعا مميزات و العواقب بتاعتها الضاره اللي ممكن تاثر عليا. في عندنا كونديشن زي الانسرتينيتي، الجول ممكن تكون قدام الديسيجن ميكر واضحه، لكن الانفورميشن ممكن ما تكونش كامله، الانفورميشن عندك جزء بس من المعلومات، لكن جزء تاني من المعلومات مش باينه. عايز مثلا حضرتك ممكن عايز مثلا تفتح اسواق جديده او تشتغل على سيجمنت جديد، انت ما عندكش كل الكرايتيريا بتاعت السيجمنت ديت، الناس دي هتفضل المنتج بتاعك ولا لا، فانت بتبقى قلقان مثلا يعني. فانت برضو بيكون قدامك اكتر من الترناتيف، واخد بال حضرتك، لازم تدرس الالترناتيفز ديت، وتقدر يكون عندك القدره انك تعمل كرييت لابروتشز مختلفه او كرييتيف سوليوشنز عشان تقدر تواجه الموقف اللي انت فيه. عندنا حاله رابعه اللي هي حاله الامبيجوتي، الغموض بقى، يعني ان اساسا ان الجولز ممكن ما تكونش واضحه قدام الكومباني او قدام الديسيجن ميكر، الالترناتيفز برضو ممكن ما بتكونش متحدده يعني محدده بشكل واضح، الانفورميشن ما بتكونش كامله، كل ده بيخلق حاله من الامبيجوتي اللي بتخلي الشركه في حاله قلق من اتخاذ القرار. اي قرار عشان يتاخد في 7 خطوات اساسيه. رقم واحد، ان انا بعمل ايدنتيفيكيشن للمشكله اللي انا فيها، ايه القرار اللي عايز اطلع بيه، اجمع معلومات، ابتدي احط البدايل قدامي، السيناريوهات في كل بديل من البدايل ديت، اعمل ويتنج ايفالويشن لكل الادفانتج والديس ادفانتج في اختيار كل الترناتيف، وبعد كده انا بختار الانسب او الافضل. خلي بالك برضو ان هنا الشركات بتختلف، في شركات الستايل بتاعها او الاتيتيود بتاعها انا بختار الافضل، الطريقه المثلى في التعامل مع المشكله. في شركات تانية تقول لك لا انا بتعامل مع الانسب وليس الافضل. فهنا في برضو ديبيت في النقطه ديت. الخطوه السادسه ان انا باخد الاكشن، الخطوه السابعه ان انا حضرتك بعمل ريفيوينج، بعمل فولو اب، هل انا اتخذت القرار الصح؟ هل انا ممكن محتاج اعمل يعني نوع من انواع باخد اكشن عشان اصلح الخطا اللي انا مثلا اخدته في اتخاذ القرار؟ فانت بتعمل ايفالويشن للقرار في الاخر، ما بتسيبش كده الدنيا عايمه وخلاص. فعندنا 7 خطوات اساسيه في اتخاذ القرارات، انت كمدير او صاحب
شركة أو صاحب قرار عندك القدرة إنك تاخد القرار، لازم حضرتك تدرس الالترناتيف بشكل كويس، تحط سيناريوهات لكل يعني قرار ممكن يتاخد، وبالتالي بتختار وبتعمل كمان ايفالويشن للقرار اللي انت اخدته، ولو في عندك القدرة انك تعمل تصحيح للمسار لو انت تأكدت بالفعل انك ماشي غلط، يبقى انت عندك القدرة انك تصحح المسار. لما اتكلمنا مثلا على سبيل المثال في موضوع الماركتنج بلان، انا اتشرفت ان انا قدمت حوالي تقريبا اعتقد كانوا 67 فيديو على الماركتنج بلان خطوة خطوة، اتمنى حضرتك تتابعها وتشوفها. فاحنا اتكلمنا ان احنا عندنا خطوات كتير، بنتكلم على 6 خطوات في الماركتنج بلان، من ضمنهم على سبيل المثال جزئيه السيتويشن اناليسيس والاوبجكتيف ديترمينيشن. ان انا بعمل سيتويشن اناليسيس، ها بحدد السيتويشن اللي انا فيه وتحديد الاوبجكتيف الجولز او الفوركاستنج. الخطوتين دول على وجه التحديد محتاجين ماركتنج ريسيرش في كتير منهم. انا واقف فين؟ العوامل اللي بتاثر عليا، شكل الكومبيتيشن، الجروس اللي في الماركت، وبعد كده تحديد الاهداف بتاعتي، وان انا بحط فوركاست مثلا بشكل مظبوط، او بحط عدد التيم اللي انا محتاجه، او عمليه البرودكشن. كل ده احيانا بيحتاج منك ماركتنج ريسيرش عشان تقدر تتخذ القرار المظبوط. طيب البيزنس ريسيرش هيفيدني في ايه؟ انت راجل عايز تعمل ماركتنج ريسيرش، ايه الادوات او ايه الحاجات السكوب بتاعك اللي انت ممكن يفيدك فيه؟ انت عندك البيزنس ريسيرش عند حضرتك مثلا حاجه زي الماركت اناليسيس، انك تعمل اناليسيس زي ما كنا بنتكلم من دقيقه واحده على موضوع السيتويشن اناليسيس. عندك الفاينانشال اناليسيس، هل اقدر ادخل انا في البروجكت دوت، هل عندي بالفعل الفاينانس والفيزيبيليتي ستادي اللي تقدر تخليني ادخل فيه بشكل قوي. البراند اناليسيس، عمليه البراندنج، ها قوه المنتج واسمه وانطباع العميل عنه. البرودكت اناليسيس، الفيتشرز بتاعت المنتج ممكن يتعمل عليها ماركتنج ريسيرش. الريسك اناليسيس، ها معامل الخطوره اللي موجود في الماركت من نجاح او لا قدر الله فشل قبول العملاء للبرودكت بتاعي او رفضهم. الريسك اناليسيس ده برضو من السكوب اللي ممكن حضرتك تستعمل في الماركتنج ريسيرش. كومبيتيتور اناليسيس، الديماند اناليسيس، الطلب، حجم الطلب. الديستريبيوشن اناليسيس، الديستريبيوشن هنا واحده من الخطوات الاستراتيجيه الخطيره المهمه جدا، هل اعتمد على ديستريبيتر واحد، ولا اعتمد على مجموعه من الديستريبيتر، ولا المنتج بتاعي يكون موجود في كل الديستريبيتر شانل، يعني اكسكلوسيف، ولا يعني على لونج راند او برود ديستريبيوشن سكيم مثلا. فالفكره هنا بقول لحضرتك ده قرار استراتيجي اعتمد على واحد بس، يوزع لي المنتج، ولا انا اوزعه بنفسي، ولا اخلي المنتج بتاعي موجود عند كل الـ يعني الديستريبيتر. فزي ما قلت لحضرتك ده قرار استراتيجي خطير، يعتمد على نوع البرودكت اللي حضرتك بتقدمه، نوع التكنولوجي، الحفاظ على المنتج، هل محتاج ستورج مثلا بشكل معين، سعر المنتج ايه، حجم البروفيت فيه، يعني حاجات كتير بتخليك تاخد القرار ده او ده. فدي كلها زي ما قلت لحضرتك ايه ادوات او سكوب او يعني عناوين اساسيه تخليك تفكر في الماركتنج ريسيرش عشان تقدر تاخد القرار المظبوط. الماركتنج ريسيرش سكوب، الانفورميشن اللي انت هتاخدها ده اولا بيساعد في عمليه الديسيجن ميكنج، انك بتاخد القرار المظبوط. ممكن يساعدني كمان ان انا بعمل ايدنتيفيكيشن للماركت اوبورتيونيتي او الماركت بروبلمز او الماركت ثريتس. الانفورميشن اللي بجمعها من الماركتنج ريسيرش تساعدني كمان ان انا بعمل جنريت او ريفاين او ايفالويشن للماركتنج برفورمانس، اللي انا شغال بيه ده صح ولا غلط، الكامبين اللي انا شغال بيه صح ولا غلط، السيلز فورس تيم حجمه صح ولا غلط. دي كلها ادوات بتساعدني فيها الماركتنج ريسيرش عشان اشوف انا ماشي في المسار المظبوط ولا لا. الماركتنج نفسه، ها كل الخطوات اللي في الماركتنج او حتى في السبلاي تشين، جزئيه السبلاي تشين من اول ما بتجيب المنتج كماده خام لغايه لما يوصل في ايد العميل، هل السلسله دي كلها مترابطه، وهل ممكن تتحسن في نقطه معينه عشان اقدر ازود البروفيتابيليتي بتاعتي والاويرنس عند العملاء مثلا. يبقى دي كلها داتا انا بخرجها او بقدر استخلصها من الماركتنج ريسيرش اللي بيساعدني في اتخاذ القرار الصح. يعني ايه ماركتنج ريسيرش؟ يعني ايه ماركتنج ريسيرش؟ هنا تعريف مهم بيقول لنا الماركتنج ريسيرش عباره عن سيستماتيك اند اوبجكتيف، بص بقى، ايدنتيفيكيشن،
collection, analysis, and dissemination, use of information for the purpose of improving the decision making. مرة تانية، أنا بعمل إيه بالداتا؟ Identification، بحدد، collection، بجمع، analysis، بحلل، dissemination، use of information، اللي هي عملية الانتربريتيشن، بفسر الأرقام اللي طلعت لي في الماركتنج ريسيرش، كل ده عشان أحسن من صنع القرار، اتخاذ القرار المظبوط. Related to identification and the solution of problem and opportunity في الماركت. يبقى دي أساسيات وأهداف الماركتنج ريسيرش. أنا هنا بعرفه عشان أبقى بالظبط، يعني لما أروحه وأصرف، أروح عنده يعني وأصرف عليه فلوس، واخد بالك، أبقى فاهم أنا بعمل إيه، مش بعمل حاجة والسلام. الماركتنج ريسيرش بروسيس احنا بنتكلم على حوالي تقريبا 6 خطوات. بتتكلم على البروبلم ديفينيشن، بتحدد البروبلم، بتعمل ديفلوبمنتلي الابروتش، ها، بتحدد سؤال، بتحدد افتراضيه معينه، بعد كده بتعمل ريسيرش ديزاين فورميوليشن. انا همشي ايه، هعمل اكسبلوراتوري ريسيرش ولا ديسكريبتيف ريسيرش؟ طب اي نوع من انواع الاكسبلوراتوري ولا الديسكريبتيف مثلا؟ بعد كده بتشتغل على الداتا كوليكشن والفيلد ورك، عندك ناس بقى مدربين بيجمعوا الداتا. بعد كده بتعمل داتا بريباريشن وداتا اناليسيس، وبعد كده بتعمل عمليه الانتربريتيشن والريبورت بريباريشن اللي هي عمليه الريكومنديشن، بتعمل ريكومنديشن لصاحب القرار. احنا عملنا ماركت ريسيرش وشفنا ان احنا طلعنا بنتائج 1 2 3، يبقى احنا بنعمل ريكومنديشن لحضرتك انك تاخد القرار بالشكل الفلاني. بروبلم ديفينيشن معناها ان مانجمنت ديسيجن بروبلم بتتحول لماركتنج ريسيرش بروبلم، لان هنا في فروقات وهوضح لحضراتكم حالا. ديفلوبمنت اوف ابروتش، ها، انا هنا بعمل ريسيرش كويتشن او هايبوثيسيز، بعمل افتراضيه او نظريه معينه. ديزاين ريسيرش فورميوليشن معناها ان انا بستعمل الاكسبلوراتوري او ديسكريبتيف او الكوزال ماركت ريسيرش. الفولد ورك، انا بعمل هنا سيلكشن وتريننج وسوبرفيجن وايفالويشن للمعلومات اللي بيجيبوها لي الاشخاص اللي انا اخترتهم عشان نعمل كوليكشن للداتا. وبعد كده داتا بريباليشن، بتعمل عمليه الايه، الانتربريتيشن من خلال بقى الاساليب الاحصائيه المختلفه. وبعد كده عندنا ريبورت بريباريشن، بتعمل بقى برزنتيشن وريبورت وريسيرش فولو اب عشان فعلا تتاكد ان انت قدمت القرار المظبوط او ريكومنديشن المظبوط. هل في فرق ما بين المانجمنت ديزيشن بروبلم والماركتنج ريسيرش بروبلم؟ هنا التعريف مهم. يعني على سبيل المثال بص كده، هنا في الجزء الاولاني بيقول لك should a new product be introduced. دي مشكله المدير، المدير هنا مش عارف انزل منتج دلوقتي ولا انتظر، انزل منتج دلوقتي ولا انتظر. لكن في الماركتنج ريسيرش بروبلم، الراجل اللي بيعمل ماركتنج ريسيرش، لا، عنده السؤال مختلف، طبيعه السؤال وصياغه السؤال مختلف. هنا بيقول لك ايه، to determine consumer preferences and purchase intention for the proposed new product. انا هنا بحدد، ها، بشكل بقى ديسكريبتيف، بشكل وصفي، هل هنا في كونسيومر بريفرنسز، هل الكونسيومر هيفضل المنتج ولا ما يفضلوش، هل هيكون عنده نيه شراء المنتج دوت ولا لا. ها، يبقى دي المشكله او الافتراضيه او السؤال بتاع الراجل اللي بيعمل ماركتنج ريسيرش، يختلف عن صياغه السؤال بتاع المانجمنت ديزيجن بروبلم ميكنج، انزل منتج ولا لا. ها، شايف الصياغه؟ يبقى لازم تعرف ان هنا في فرق ما بين المشكله اللي عند الراجل صاحب صانع القرار وما بين الراجل اللي بيعمل الماركتنج ريسيرش بروسيس. بنشوف يمكن شركات عندها القدره ان هي تعمل الماركتنج ريسيرش بنفسها، عندها اقسام، ناس متدربه ومتعلمه وعارفه البروسيس، وفي ناس تانية لا، بيكون الموضوع بالنسبه لها محتاجه ان هي تتعامل مع external research يعني organization أو حد متخصص في عملية الماركتنج ريسيرش. فدي نقطة مهمة جدا، لازم تكون أنت قاري الكمباني اللي عندك، هل في ناس مدربة، هل في ناس فاهمة الكونسبت نفسه، ولا أنت محتاج أنك تستعين بحد من بره. طبعا هنا التكلفة مختلفة وصياغة الأسئلة مختلفة والبروفيشناليتي مختلفة، فجزء مهم جدا ان انا ابقى قاري وفاهم كويس قوي المكان اللي انا فيه يقدر يساعدني ازاي. السلايد دي مهمه جدا، احنا بنتكلم على انواع الريسيرش ديزاين. الماركتنج ريسيرش احنا عندنا طريقتين كبار، في الاكسبلوراتوري ريسيرش ديزاين او الكواليتيتيف
ريسيرش ديزاين، الاكسبلوراتوري اللي هي الاستكشافيه. زي ما قلت لحضرتك انا ايه، عايز استكشف، عايز اعرف، عايز احط الخطوط العريضه، عايز افهم المشكله. ممكن ما حددش ارقام، يعني انا هنا مش بتكلم على ارقام معينه، يعني نفترض حضرتك عايز تنزل منتج معين. طب المنتج دوت هل الكونسبت بتاعه اساسا متوافق عليه من العملاء؟ هل هيستعملوه؟ هل المنتج ممكن يكون عملي معاهم؟ هل ممكن يشتريه ولا ما يشتريهوش؟ لكن في الجزء الديسكريبتيف اللي هو الوصفي، لا، ده انت هنا بقى ايه، بتاخد عينه معينه من العملاء 1000 مثلا واحد، وتشوف كده هل بالفعل المنتج دوت هيشتروه ولا لا. اه، في منهم 60% هيشتروه. يبقى الديسكريبتيف هنا كوانتيتيف، لكن الاكسبلوراتوري كواليتيتيف. يعني ايه؟ يعني انا بستكشف، بحط الخطوط العريضه، بفهم الموضوع في البدايه. الطرق بتاعت الاكسبلوراتوري ريسيرش ديزاين، بتكلم على الشمال طبعا، بتكلم على عندنا طريقه زي الاكسبرت سيرفي، بقعد مع حد اكسبرت وبعمل انترفيو، اندبس انترفيو. في عندنا الفوكس جروب، بجمع مجموعه من الناس. في عندنا الكيس ستادي، بتحصل كتير، يمكن مثلا منتج دواء نزل فعمل بعض الادفيرس افكت او سايد افكت، فببتدي وراه كده واحده واحده بشوف الكيس ديت عشان ابتدي اجمع داتا بشكل مظبوط عن المشاكل اللي حصلت، فدي بسميها كيس ستادي. في عندنا بايلوت سيرفي، تلاقي مثلا بعض الشركات تنزل منتجات كبايلوت برودكت. يعني ايه؟ يعني بتنزله كبدايه كده تجربه، تنزله في ماركت معين وتبتدي تشوف كده العملاء بيروحوا عليه ولا لا، بيفضلوه ولا لا. دي بنسميها البايلوت سيرفي. وفي عندنا طبعا السكندري داتا، كواليتيتيف سكندري داتا اتجمعت قبل كده لبيربز معين او لهدف معين، وانت بتاخد الداتا دي عشان تقدر تساعدك. الاسلوب الثاني اللي هو الكونكلوسيف ريسيرش ديزاين، احنا عندنا الديسكريبتيف ريسيرش، الجزء اللي في النص بقى، عندنا الجزء اللي هو بنسميه الوصفي، هنا بقى بتكلم على كوانتيتيف ارقام معينه. فعندك السيرفي، واحده بقى من اشهر واهم الطرق اللي هي المسح او الكواتشينير او الاستبيان. فانت عندك السيرفي من الحاجات المهمه جدا جدا، وطريقه الاسئله طبعا بتاعتها وعدد الناس المشتركين البارتيسيبنت في السيرفي دي مهمه جدا. الطريقه برضو في عندنا طريقه اخرى اللي هي الاوبزرفيشن، ها بتلاحظ السلوك بتاع العملاء. وفي عندنا طريقه البانل، انك بتجمع عدد معين من البارتيسيبنت وتبتدي تجرب عليهم المنتج او الكيس او السيرفيس، وتبتدي كده تشوف ارائهم على مدى زمني طويل شويه، وفي الاخر بتجمع راي البانل في المنتج او السيرفيس اللي اتقدمت. وفي عندنا برضو سكندري داتا كوانتيتيف، بتكون بارقام بقى اعلى واكبر وداتا يعني محدده تماما. في عندنا طريقه في الكونكلوزيف اللي انا بسميها طريقه الكوزال ريسيرش. الكوزال او الاكسبيرمنت، انت هنا بتشوف تاثير اندبندنت فاريبل، تاثيره على ديبندنت فاريبل. والله انا لو زودت عدد مثلا الميديكال ريب بتوعي في الشركه بتاعتي او السيلز فورس تيم اللي كانوا 50 بيبيعوا مثلا مليون يونت، طب لو زودتهم وخليتهم 60، هل عدد اليونت هيزيد ولا لا؟ دي بنسميها الكوزال ريسيرش او الاكسبيرمنت. انا هنا بجرب تاثير عامل على عامل اخر، اندبندنت فاريبل على ديبندنت فاريبل. امتى انا بحتاج الاكسبلوراتوري ريسيرش؟ الاكسبلوراتوري ريسيرش اتفقنا ان هي عندنا الاكسبرت ان ديبس انترفيو او سيرفي، في عندنا الفوكس جروب، في عندنا السكندري داتا. بستعمل الاكسبلوراتوري اللي هي الاستكشافيه، الطريقه دي بستعملها لما بكون عايز اتعرف على المشكله بشكل دقيق، مور بريسايسلي، او ان انا اطلع افتراضات واسئله، يعني نظريات معينه، او استابليش برايورتي فور فيرذر ريسيرش. احيانا ناس تعمل الديسكريبتيف ريسيرش وتعمل بعديه اكسبلوراتوري ريسيرش، ليه؟ بتكون طلعت بعض الداتا، النتائج، الاحداث الغير متوقعه اللي محتاج ان انا ادرسها بشكل اعمق بعد كده، فاقوم رايح مره تانية للاكسبلوراتوري ريسيرش. على الرغم ان كتير من الشركات، يعني السيكونس المعروف ان الشركات بتروح للاكسبلوراتوري ريسيرش عشان تحط الخطوط العريضه، ثم تروح بعد كده لل الديسكريبتيف ريسيرش عشان تعرف الموضوع ان ديبس، ها بالارقام. طيب امتى بروح للديسكريبتيف ريسيرش؟ الديسكريبتيف ريسيرش انا بروح له عشان اعمل استيميشن للبرسنتج اوف بوبيوليشن مثلا اكزيبيتنج اسيرتن بيهيفير. والله انا عايز مثلا ابيع المنتج بتاعي للاطفال، طيب كم طفل، كم نسبه
في المية من الأطفال ممكن يشتروا المنتج بتوعي أو يأثروا على والدهم عشان يشتروه. منزل منتج مثلا للسيدات في العمر مثلا فترة عمرية نفترض مثلا من 50 ل 60، فبعمل ديسكريبتيف ريسيرش عن طريق سيرفي أو عن طريق اوبزرفيشن عشان أشوف الناس دي بالفعل هتروح للمنتج بتاعي ولا لا، هيشتروه ولا لا. فأنا عايز أعرف نسبة، في 10% هيشتروه، في 30% بيفكروا فيه، في 50% رافضينه مثلا. او الديسكريبتيف ريسيرش ان انا بعمل ديترمينيشن للبرسبشن اوف برودكت كاركترستكس. والله في ناس حبت وفي ناس كرهت، في ناس فضلت وفي ناس لم تفضل. فانا هنا بشوف البرسبشن للعملاء بتوع المحتملين عن المنتج. او ان انا بعمل سبيسيفيك بريدكشن، بعمل نسبه مئويه للتنبؤ بمثلا نسبه الشراء او نسبه نفترض مثلا ترجيع المنتج، المنتج يرجعوه مش عايزينه، او مثلا الشراء او اعاده الشراء بالنسبه للمنتج. ان انت هنا عايز رقم، عايز نسبه مئويه تقريبيه تديك انطباع معين ان انت عملت تجربه على مثلا نفترض 500 شخص، طلعت منهم نسبه مثلا 30% عندهم قابليه لشراء المنتج، و30% كمان هيشتروا المنتج مره تانيه، او هيعملوا مثلا ريكومنديشن لحد من اقاربهم او معرفهم ان هم يعني يعملوا ريكومنديشن. فدي كلها زي ما قلت لحضرتك ارقام، ها كوانتيتيف. الكوزال ريسيرش، الكوزال ريسيرش ده نوع طبعا من انواع الكونكلوسيف ريسيرش. انا بروح له امتى؟ عشان اندرستاند ويتش فاريبل ار ذا كوز اللي هو اندبندنت فاريبل، اند ويتش فاريبل ار ذا افكت اللي هو الديبندنت فاريبل، على فينومينا معينه، على ظاهره معينه. فانت هنا بتقيس تأثير عامل على عامل اخر. طيب لو اتكلمنا على الفوكس جروب، طبعا الفوكس جروب احنا بنتكلم على الاكسبلوراتوري ماركت ريسيرش ديزاين، بتتكلم عادة ان الفوكس جروب في حدود من 8 ل 12 شخص، في يعني بعض الشروط فيها هوموجينس، الناس تكون يعني في نوع من انواع التفاهم ما بينهم عشان تقدر تحصل على المعلومة. الاتموسفير لازم يكون ريلاكسد، المدة بتاعتها ما بتزيدش عن 3 ساعات، بتستعمل أجهزة تسجيل أو فيديو تيبس عشان تسجل. في مودريتور، المودريتور دوت لازم يكون عنده بعض السكيلز الأساسية، زي يكون عنده observation وinterpersonal skills communication skills، عنده القدرة على التعامل مع الأشخاص، عشان الراجل ده هو اللي هيدير الاجتماع وهيسأل أسئلة معينة، محضر عدد معين من الأسئلة، هيشرك كل الناس 8 أشخاص أو 12 شخص. ها؟ لو المناقشة دخلت في سكة مثلا بعيدة عن المنتج أو الهدف الأساسي منها، الراجل بيرجعهم تاني. لو حصل كونفليكت يقدر يحله، ممكن يسأل أسئلة استفزازية معينة عشان يطلع بعض المعلومات. الناس الهادية اللي ساكتة ما بتتكلمش يحاول يستحسهم على الكلام، يطلع بكونكلوجن في الاخر. كل دي سكيلز لازم تكون موجوده في المودريتور. عندنا انواع مختلفه من الفوكس جروب. في عندنا تو واي فوكس جروب، زي مثلا ايه، مجموعه من الدكاتره عاملين فوكس جروب، وقدامهم مجموعه من المرضى عاملين فوكس جروب، والدكاتره قاعده تشاهد تراقب المرضى بيقولوا ايه. يعني المرضى مثلا جربوا دواء جديد وقاعدين يتكلموا عليه، والدكاتره بيسمعوهم لمده ساعه، وبعد كده الدكاتره نفسهم هيديروا نقاش، ها هيديروا نقاش عشان يتكلموا عن مميزات الدواء او استعمالاته مثلا. فدي بنسميها تو واي فوكس جروب. في عندنا دول مودريتور، استعمل 2 مودريتور مش واحد بس، واحد يلعب دور الشرير واحد يلعب دور الملاك البريء. في عندنا كلاينت بارتيسيبنت جروب، في عندنا ميني جروب بتكون مثلا 4 5، في عندنا تيلي سيشن جروب، في عندنا اونلاين فوكس جروب. الكوفيد بقى والمشاكل خلت الناس تفكر في موضوع الاونلاين بشكل كبير وتستغله، ها او من خلال التليفون مثلا. فكل دي ادوات في ايديك عشان تقدر تستفيد بالوقت وتقلل التكلفه وتجمع الناس بشكل ما. كل دي ادوات في ايديك تقدر تعمل بيها فوكس جروب، لكن طبعا كل حاجه ليها الميزه والعيب بتاعها. لو اتكلمنا على الديبس انترفيو، انت هنا راح تقابل راجل خبير، ها بتحدد معاه ميعاد قبلها بفتره، راجل ده وقته بفلوس، مش سهل انك تقابل معاه، راجل زي ما قلت لحضرتك صاحب خبره. نفترض مثلا عندنا في الفارماسيوتيكال راح تقابل رئيس قسم مثلا الباطنه في مستشفى عين شمس، بتاخد رايه مثلا في منتج بي بي اي جديد نازل للشركه،
طب هتعمل ايه الراجل دوت؟ لازم اولا تحدد ميعاد معاه، تستغل الوقت اللي اتاحه لك نص ساعه ولا ساعه، محضر اسئله معينه، بتسجل المناقشه بعد طبعا ما بتستاذنه. حتى الاسئله ليها تكنيك معين في المقابله، يعني بنسميها لادرنج تكنيك. بيقول لك ايه لادرنج تكنيك؟ The line of questioning proceed from product characteristics to user characteristics. يعني الاول بتكلم على المنتج، ما بروحش للشخص. ها ممكن اكون عايز الشخص ده ايه مواصفاته وتفضيلاته عشان اقدر ابني عليها المنتج ده على اي اساس عجبه او ما عجبوش. ما اقدرش ابتدي كده في الاول، لازم الاول ابتدي في المنتج نفسه، اتكلم على المنتج، مميزاته وعيوبه، استعمالاته وتفضيلاته، المميزات والعيوب اللي فيه، وبعد كده اروح للشخص نفسه. ها الباك جراوند بتاعه، تربيته، النشأة اقصد يعني بتاعته، مستوى تعليمه، اتعلم جوه ولا بره، خبراته، قدراته الإدارية مثلا. دي كلها أدوات أنت بتبقى عايز تعرفها، بس لازم تمشي بتكنيك معين في الأسئلة. في عندنا الهيدن ايشو كويتشننج تكنيك، لايك وديسلايك، ازاي بتستعمل تكنيك معين في الأسئلة، الأمور اللي هي الهيدن أو الحاجات اللي هي ممكن يبقى الراجل محرج مثلا إن هو يتكلم فيها. في عندنا السيمبوليك أناليسيس تكنيك، ها بتستعمل أمور رمزية، بتستعمل طرف ثالث، عارف انت قصة الطرف الثالث، بتتكلم عن شخص ثالث. ها والله يا دكتور لو مثلا رئيس القسم الفلاني في المستشفى الفلانية واجه الموضوع الفلاني، انت مش عايز تحرج راجل ومش عايز تقول له انت، لكن انت بتتكلم على حد مش موجود، حد مش قاعدين مش قاعد معاكو، بس انت بتحطه في القعدة على اساس انك ايه تضرب بيه مثل، تخلي الراجل اللي قدامك يتكلم عنه او اختيار الراجل التاني بدون ما الموضوع يكون ريفليكت عليه هو، فما يسببلوش احراج. فده تكنيك برضو بنستعمله. في عندنا اسلوب البروجكتيف تكنيك. البروجكتيف تكنيك دوت برضو نوع من انواع التكنيك كده، بيتعامل مع حالات الانترفيوينج مع اشخاص، بحيث انه بنتكلم في حاجه ممكن يكون فيها سبب احراج او ما شابه، فانت عايز اسلوب غير مباشر. على سبيل المثال مثلا الراجل الريسبوندنت او البارتيسيبنت ار اسكت تو انتربريت ذا بيهيفير اوف اذرز، بتدي له صوره معينه او بتوريه فيديو معين وتقول له ايه رايك في السيتويشن اللي حصل ده، حضرتك ممكن الراجل ده تتصرف بشكل مظبوط ولا لا، او تدي له قصه مثلا مكتوبه وناقصه النهايه بتاعتها، تقول له حضرتك كمل وجهه نظرك القصه دي ايه، او جمله مش كامله، عبارة مش كاملة وهو يكملها بطريقته. كل ده بيديك إيحاء عن طريقة تفكيره بدون ما يسبب له حرج، يعني برضو فكرة اللي كنا بنتكلم عنها اللي هو إيه الشخص التالت اللي مش موجود دوت يعني. فأنت شايف هو في عندنا البروجكتيف تكنيك، عندنا دي في أكتر من طريقة، الأسوسيشن والكومبليشن والكونستراكشن والإكسبريسيف. زي مثلا وورد أسوسيشن، كلمة معينة بتتقال دي معناها إيه؟ يعني مثلا كلمة الوش دي عند مسز ام يقول لك ده افري داي، طب مستر سي ايرنينج كاوي، فانت هنا انت قلت كلمه الوش دي، هنا بيديك كلمه مرتبطه والسيده بتقول كلمه تانية خالص، بيديك هنا انطباع عن التفكير، ايه البرسبشن جوه الشخص اللي قدامك ده ايه. سنتنس كومبليشن تكنيك، الراجل ده بيسالها مثلا والله لو حضرتك تروحي مثلا تروحي كارفور، هل لو حبيت تشتري البضاعة معينة أو حاجات حضرتك من كارفور هل هتروحي ولا لا؟ هي تكمل. ها فهنا يديك انطباع مثلا عن المكان ده بتفضله ولا لا، ايه المميزات ايه العيوب اللي فيه. ستوري كومبليشن تكنيك، بيكتشر ريسبونس اكسبريسيف تكنيك اللي هي رول بلاي مثلا والثيرد بيرسون تكنيك، كل دي ادوات بتجمع انت معلومات لكن بطريقه اندايركت، عشان زي ما قلت لحضرتك لو في حاجه موضوع مثلا سبب احراج او حاجه سنسيتيف شويه. البروجكتيف تكنيك طبعا يمكن مميزاته ان هو بيقول لي هنا، بيقول لك هيك هنا should be used because the required information cannot be accurately obtained by direct method، صعب ان انا اسال حد سؤال سنسيتيف او محرج ويرد عليك. ها فانت هنا عايز ايه تخرج المعلومه او تستخلصها بشكل فيه نوع من انواع الايه يعني عدم الحرج، وفي نفس الوقت بنستعمل زي ما قلت لحضرتك تكنيك بتاع الشخص اللي مش موجود ده او الطرف الثالث يقدر الراجل يتكلم بسهوله.
لكن المشكله في البروجكتيف تكنيك ان هي محتاج حد بقى ويل تريند، حد لازم يكون متدرب كويس قوي. ممكن كمان يكون في ريسك للانتربريتيشن بايز، ها الراجل دوت المفروض ان هو بيحكم على الشخص اللي قدامه، لا هنا في بايز، في انحياز او يعني عدم مصداقيه في المعلومه، ان انا راجل قال كلام لكن انا فهمته بطريقه تانية خالص، مثلا لو انا راجل اللي هو ايه انترفيور يعني. السكندري داتا من الحاجات المهمه جدا وتعتبر واحده من الاكسبلوراتوري ريسيرش. سكندري داتا انا بتساعدني في ايدنتيفيكيشن للمشكله، بعمل ديفاين بشكل كويس وبشكل اعمق للمشكله بتاعتي، بتعمل انتربريتيشن بشكل برايمري للموضوع اللي انا بتكلم فيه بشكل اعمق. طبعا السكندري داتا يعني ايه سكندري داتا؟ تعريفها احنا بنقول السكندري داتا عباره عن داتا ذات هاف اوريدي بين كولكتد فور بيربز اذر ذان ذا بروبلم ات هاند، مشكله تانية غير اللي في ايدي لكن المعلومه اتجمعت لموضوع كان ريليتد او ريليفنت او يعني ليه يعني ارتباط بشكل ما. This data can be located quickly and inexpensively. عادة بتكون المعلومات ديت او السكندري داتا في ايد حضرتك، سهل احصل عليها في دقائق، مجرد ان انا بشتريها مثلا هتكون تكلفتها في كل الاحوال اقل ان انا اعمل سيرفي او كواتشنير او اوبزرفيشن، ممكن يكلفني الافات ووقت طويل وانتظار وصياغه معينه للاسئله. فانت عندك السكندري داتا تعتبر مصدر رخيص نسبيا وسريع طبعا للحصول على معلومات. بس هي الفكره بقى ايه هي السكندري داتا وازاي احصل عليها؟ ما انا ممكن احصل على معلومه لكن مش ريليفنت. فهنا بيقول لنا ان في كرايتيريا معينه عشان اعمل ايفالويشن للسكندري داتا، ما اخدش اي داتا والسلام. لا انا بشوف هنا السبيسيفيكيشن والميثودولوجي بتاعت عمليه السكندري داتا ديت، الداتا اللي اتجمعت قبل كده دي اتجمعت ازاي؟ معدل الريسبونس ريت، الكواليتي اوف داتا، السامبلنج تكنيك، ازاي عملوا السامبلنج، سامبل سايز. ما انا ممكن اعمل سكندري داتا يكون مثلا ستادي معموله على 10 اشخاص، في ستادي ثانيه معموله على 20,000 شخص. المصداقيه اعلى طبعا في الارقام الكتير. ازاي الكواتشنير اتعمل؟ لازم اشوف الايرور والاكيورسي بتاع الموضوع. هل اتعمل فاليديشن؟ طيب الكرنسي، هل الموضوع ده اتعمل من 10 سنين ولا اتعمل السنه اللي فاتت ولا اتعملت الاسبوع اللي فات؟ كل ما كانت الداتا احدث كل ما كانت طبعا مور ريليفنت. الاوبجيكتيف بتاع الداتا اللي اتجمعت دي ايه؟ النيتشر بتاعتها، السكيلنج اتعمل ازاي، كاتيجورايزيشن والسيجمنتيشن اتعملت ازاي، الكي فاريبل، الديبندابيلتي. الديبندابيلتي هنا بتكلم على السورس بتاع الانفورميشن، هل ده مركز موثوق منه، شركه ليها تقل في الماركت معروفه وليها خبره وليها سمعه كويسه. كل دي كرايتيريا بتقول لحضرتك ان انا بالفعل يعني السكندري داتا دي اثق فيها، احطها في اعتباري بشكل كبير ولا المصداقية بتكون محل شك. اللي قدام حضراتكم بقى ده كنز. كنز ليه كنز؟ لان دي يعني مجموعة من الويب سايتس اللي تقدر تساعدك. يعني مثلا عندنا في مصر في حضرتك ال cabms.government.eg. الكاب ماس دوت حضرتك المركز الاحصائيات او سموه ايه في مصر يا ترى، بتلخبط انا، الهيئه العامه للاحصاء حاجه زي كده. الويب سايت موجود قدامنا اهو، تقدر حضرتك تدخل عليه وتحصل على معلومات كتيره وعديده في الكتير من الدومين والفيلد اللي ممكن حضرتك عايز تدور عليها. مثلا في مجال الصحه والفارماسيوتيكال انا دخلت لقيت معلومات كويسه قوي. في عندنا في كل البلاد العربيه زي ما انا موضح كده لقدام حضراتكم، وفي الويب سايت جاهز. في عندنا كمان حاجات انترناشونال، مثلا عندنا CIA World Factbook الويب سايت بتاعها، اليونايتد نيشن اورجانيزيشن فور ايكونوميك كوبريشن اند ديفلوبمنت. ادخل على السايت ده واتفرج كده حاجات ديتا للصبح، معلومات احصائيه واقتصاديه كتير وغيرها وغيرها طبعا من المعلومات. عندك الجالف كوبريشن كونسل، ادخل كده وتعرف على الخليج والاسواق الخليجيه وحجم الماركت والجروس ريت بتاعها في مختلف القطاعات. فالسايت ده زي متحرك كنز، تقدر ان شاء الله تستفيد منه. اتمنى بجد انك تدخل تصور السلايد دي وعيش عيش حياتك وجمع معلومات زي ما انت عايز في الدول العربيه وفي
على مستوى الجلف وحتى على مستوى الانترناشونال. في عندنا كمان اسم كبير، اسم يعني شركة متخصصة في مجال الماركتنج ريسيرش، اللي هي شركة نيلسون، وفي شركة تانية أعتقد كانتار حسب ما أنا متذكر. كانتار ونيلسون برضو من الأسامي المعتبرة والمحترمة، واللي يعني ليها تقل في مجال الماركتنج ريسيرش. بتنزل على فكرة كتير من الارتكلز، تقدر حضرتك برضو تستعين بيها في المجال بتاعك أي مكان. لو اتكلمنا على السيرفي ميثود، احنا السيرفي طبعا دي واحده من الديسكريبتيف ريسيرش، اللي هي الاساليب الكوانتيتيف او الوصفيه، ارقام. فممكن يكون عن طريق التليفون، ممكن يكون عن طريق البيرسونال انترفيو او الميل انترفيو، او من خلال بقى الاونلاين الانترنت والايميل. ففي اكتر من طريقه، وكل طريقه طبعا لها مميزاتها وعيوبها ومصاريفها والمصداقيه بتاعتها والوقت اللي تاخده. فالاونلاين النهارده يمكن بقينا نعتمد عليه بشكل كبير، والداتا يمكن بنحصل عليها لان احنا بنعمل سيجمنتيشن بشكل كويس قوي. في طبعا برضو الطريقه البيرسونال، دي هتفضل طول عمرنا مهما التكنولوجيا يعني تقدمت، لكن البيرسونال انترفيو هتفضل من الطرق المعتمده واللي ليها كريديبيليتي كبيره جدا. سؤال بقى مهم لازم اخد بالي منه، اللي هو الكواتشينير ديزاين، فن صناعه الكواتشينير. مجموعة الأسئلة اللي بتتحط دي ما بتتحطش والسلام، ده ليه حضرتك مدرسة معينة في عملية التكوين يعني. فأول خطوة بيقول لك كونفيرم الريسيرش اوبجيكتيف، لازم الأول بحدد بالظبط إيه الاوبجيكتيف اللي ورا الماركتنج ريسيرش أو الكواتشينير اللي هيتعمل. الخطوة الثانية سيلكت ابروبريت داتا كولكشن ميثود، إزاي هجمع المعلومة؟ هقابل الناس، هدرب التيم اللي معايا مثلا، واخد بال حضرتك، عشان يعرف يقابل الناس شخص لشخص فيس تو فيس ولا اونلاين، لازم يتكتب بطريقه معينه سهله وبسيطه وغير معقده، ولا بالتليفون مثلا. الخطوه الثالثه ديفلوب كويشنز اند سكيلينج، لازم الاسئله يكون ليها زي ما قلت لحضرتك مسطره معينه تتعمل عليها. في نفس الوقت السكيلينج، انا هقيس ازاي؟ هحط للعميل بتاعي اكتر من اوبشن مثلا اختيار، زي مثلا ليكرت سكيلينج. ها، في عندنا الخطوه الرابعه بيقول لك ديترماين لاي اوت اند ايفالويت الكواتشينير. انا بعمل لاي اوت، بعمل شكل، بعد ما اكون حطيت الاسئله وجربت وعملت تنسيق وصياغه للالفاظ اللي محطوطه، انا بعمل اللاي اوت. ها، في الاخر الكواتشينير ده هيروح ازاي؟ على شكل ورقه يجاوب لي عليها الراجل البارتيسيبنت، ولا ايميل هيروح، ولا اونلاين، ولا فيس تو فيس. ها، جزئيه اللاي اوت دي مهمه جدا جدا، لازم يكون العين مستريحه او الاسلوب مريح. الخطوه الخامسه اوبتين انيشال كلاينت ابروفل، انا الاول بعمل تجربه بري تيست كده على الكواتشينير، بديل مثلا 15 20 شخص، تمام، على اساس ان حضرتك ايه بتشوف هل الناس عرفت تفهم المقصود من الكواتشينير، الأسئلة واضحة مفهومة، الترتيب بتاعها مريح، الناس ما لقيتش صعوبة في عملية الـ يعني الـ الرد على الأسئلة اللي انت كاتبها في الكواتشينير. دي نقطة مهمة جدا وأساسية. الخطوة السادسة بيقول لك بري تيست ريفايز فاينلايز الكواتشينير، بتعمل ريفايزنج، بتعمل فاينلايزيشن للكواتشينير وخلاص بيبقى جاهز، وبعد كده بتعمل امبلمنت للسيرفي، وطبعا بتجمع الداتا. يبقى دي كلها الخطوات الأساسية في تصميم الكواتشينير. نقطة مهمة كمان الكرايتيريا فور ايفالويشن السيرفي ميثود، نقطة مهمة جدا لما بتعمل سيرفي أو حتى بتجمع داتا مثلا سكندري داتا عن طريق سيرفي ميثود اتعملت قبل كده، لازم أنت بتحط في بالك الكرايتيريا دي. يعني على سبيل المثال التاسك فاكتورز، التاسك نفسه الأوبجيكتيف الأساسي، هل في دايفيرستي في الاسئله؟ الاسئله متنوعه عشان تكون شامله الموضوع. فليكسيبيليتي اوف داتا كولكشن، هل في فيزيكال ستيمولاي مثلا؟ سامبل كنترول، العدد اللي اتحط هو بالفعل اللي اتعمل عليه السيرفي. الكوانتيتي اوف داتا اللي اتجمعت، ريسبونس ريت، هل انت بعت الكوتشينير وبعد كده عدد قليل جدا من الناس ردت عليك؟ دي كلها فاكتورز لازم تتحط في الاعتبار. في عندنا سيتويشنال فاكتورز، كنترول اوف ذا داتا كولكشن انفايرمنت، هل انت اخترت الانفايرمنت المظبوط عشان يعني تاخد من العملاء والبارتيسيبنت الاجابات المظبوطه؟ ها، ممكن تلاقي ناس تجاوب لك على اي حاجه والسلام. ها،
في ناس تبقى مش مستريحة، أو في انترفيور يختار أي إجابة والسلام، ها الحاجات اللي هي البايز دي يعني. كنترول أوف فيلد فورس، بوتنشال فور انترفيور بايز، هل في أسئلة محرجة فالراجل اللي قدامك ده هيرد عليك بإجابات مش حقيقية لكن مجرد بس اللي هي عارف أنت إيه يعني عشان أطلع حلو وراجل مثالي وتمام. السبيد، الكوست، كل دي سيتويشنال فاكتور لازم تحط في الاعتبار، هصرف كام؟ الوقت هياخد وقت قد ايه؟ في عندنا ريسبوندنت فاكتورز، بيرسيفد الانونيمتي، يعني في ناس مش عايزه يتعرف ان انا اللي ان انا مشترك في السيرفي ديت مثلا واخد بحركة، انا عايز اكون مجهل ما حدش يعرف ان انا اشتركت، لو مثلا حاجه محرجه او معلومات محرجه مش عايز حد يعرف ان انا اشتركت في السيرفي ديت. في عندنا السوشيال ديزايرابيلتي والسنسيتيف انفورميشن، في اللو انسيدنس ريت، ها ما باخدش المعلومه بالمعدل اللي انا عايزه، في ريسبوندنت كنترول، كل دي ادوات ممكن تاثر، فاكتورز تاثر على الايفالويشن للسيرفي ميثود اللي اتعملت. طيب السيرفي ديزاين نفسه لازم احط في بالي كذا حاجه، من ضمنها مثلا الكلاريتي، لازم تكون الاسئله سبيسيفيك، افويد الاكرونيمز، ها عارف انت ايه يعني، مثلا يقول لك الجامعه الامريكيه الاي يو سي مثلا، ما اقدرش احط الاي يو سي، لازم اكتب في الاسئله بتاعتي الامريكان مثلا يونيفرستي ان ايجيبت مثلا، فالاكرونيمز ما ينفعش. كيب الكويشن سيمبل، افويد الامبيجوس لانجويج، ما ينفعش اقول الفاظ او ترمينولوجي مش واضحه للناس، طالما كوتشنير للعامه يبقى لازم يكون الكلام سهل وبسيط. في عندنا الفلو بتاع الاسئله نفسه، ستارت ايزي بي انجيجنج، ها الناس ترتبط بالاسئله مريحه سهله بسيطه في الاول. جروب توبكس على البيجز، انا هنا ابتدي اسال في توبك معين فالناس تبقى محضره نفسيها. اسك امبورتنت كويشنز ايرلي، كيب ات شورت، لازم يكون قليل، ما اكتبش 10 صفحات ما هيزهق ومش هيكمل. سيت اكسبكتيشنز، ها سهل على اللي قدامك. يوز سكيب لوجيك، لازم يكون الموضوع فيه الراشونال. بوت ديموغرافيكس ات ذا اند، ها جزئيه الديموغرافيكس، راجل ست، الدخل، الناشوناليتي، اسره مش سنجل، حاجات زي كده. الريليفانس، هو از ذا اودينس، مين الناس اللي هتشترك معايا؟ وات ار ذا ريسيرش بيربز، ايه البيربز بتاع الريسيرش؟ لازم الكلام ده يكون عارفه الشخص اللي هيدخل. هاف يو بلاند فور ستاتستيكال اناليسيس، هل انت محضر ستاتستيكال اناليسيس بطريقه معينه اللي هتساعدك في الانتربريتيشن؟ الاوبجكتيفيتي، افويد كويشنز بايز، فكره البايز. سبيس تشويسز ايفنلي، لازم يكون العمليه مكتوبه بشكل لازم تتحرك مريح وفي سبيسز عشان الراجل يعرف ياخد راحته في القرايه والاختيار. راندمايز تشويسز، التشويسز تكون متاحه بكل الاحتمالات حتى اللي انت ما تتوقعهاش. لوك اند فيل، اللوك بتاع السيرفي نفسه، الابيلينج، ها كلير نافيجيشن، البروجريس بار، لازم اكون مستريح وانا بجاوب. الكويتشن ستراكشر، الصياغه بتاعت السؤال نفسه، هنا بيقول لك ليميت الاوبن اندد كويتشنز، هنا جزء احنا عندنا طبعا عندنا الكلوزد وعندنا الاوبن كويتشنز، الاوبن كويتشنز بتدي مجال للبارتيسيبنت انه يكتب اللي هو عايزه ويجاوب براحته خالص، دي ما ينفعش ان انا اخلي كل الكوتشنير بتاعتي بهذه الطريقه، هتعمل لي مشاكل ومش هعرف اعمل اناليسيس بشكل مظبوط. في عندنا اللي بيقول لك برضه اوبتين الابروبريت اوردينال والنومينال لسكيلينج. المالتيبل تشويس شود بي ميوتوالي اكسكلوسيف. كيب كويتشنز سيمبل، انكلود اند اور نيوترال تشويس اوبشنز، لازم يكون قدام الراجل البارتيسيبنت كل الاوبشنز بشكل نيوترال مش بايزد. فزي ما قلت لحضرتك يعني صياغه الاسئله ده فن محتاج انك تتعلمها، واتمنى ان حضرتك ترجع لي الجزء ده في الفيديوهات في الجزء المتعلق بالماركتنج ريسيرش، هتستفيد كتير ان شاء الله منه. انصح برضه حضرتك بالموقعين الهايلين دول، في عندنا السيرفي مانكي وفي عندنا جوجل، جوجل برضه يمكن عامل لنا سايت هايل جدا جدا في انك تقدر تعمل ديزاين لكواتشنير، ها فانا استعملته قبل كده يمكن في اكتر من حاجه في الشغل، وسيرفي مانكي انا استعملته شخصيا في الام بي اي بتاعتي لما حبيت ان انا اعمل اونلاين كواتشنير لبعض الفيزيشن يجاوبوا لي على بعض الاسئله، فاعتمدت على سيرفي مانكي ده، وطبعا بتدفع فيز بسيطه كده
يعني هتساعدك وبيديك اناليسيس كمان. الموقعين بصراحه سواء جوجل دوكيومنت او سيرفي مانكي، الاثنين بيدوك اناليسيس هايله جدا وشكل احصائي محترم بروفيشنال. فانا من الحاجات اللي بنصح بيها في عمل السيرفي اونلاين، هتساعدك كتير باذن الله. نتكلم على طريقه بقى جديده اللي برضو في الديسكريبتيف، عندنا طريقه الاوبزرفيشن، انك بتلاحظ التصرفات او البيهيفير بتاع الكاستمر اللي انت بتستهدفه. في عندنا الاوبزرفيشن ميثود او طريقه الملاحظه، انك بتلاحظ البيهيفير. في عندك اكتر من مفهوم لازم تاخد بالك منه. في عندنا الاستراكشرد والانستراكشرد اوبزرفيشن. يعني ايه استراكشرد اوبزرفيشن؟ المفروض ان انت بتحدد كرايتيريا معينه هتدور عليها او تعمل لها ميجرمنت، زي مثلا الاوديتور بيرفورمينج انفنتوري اناليسيس في ستور، والله انا ادور على عدد يونتس مثلا معين بعد مثلا فتره من وضع المنتج في ستور، ها بعد شهر انا مثلا حطيت 1000 يونت، انا بعد شهر بشوف العدد قد ايه والناس استجابت ولا ما استجابتش، ال1000 زي ما هم فضلوا بعد شهر ولا اتباعوا كلهم ولا نصهم ولا ايه بالظبط. فانت هنا محدد بالظبط ايه الكرايتيريا او الميجرمنت بتاع الاوبزرفيشن. في عندنا الانستراكشرد اوبزرفيشن اللي هو ايه، مثلا بيقول لك اوبزرفنج تشيلدرن بلاينج ويز ا نيو تويز. انت شركه بتعمل العاب اطفال، فانت جمعت مجموعه من الاطفال وبتديهم اللعبه وبتشوف هيتصرفوا معاها ازاي، هل سهله في التركيب، هل صعبه في التركيب، هل حافظوا عليها، هل كسروها، هل حد اتعور، ها هل لعبوا مع بعض، هل اللعبه خلتهم يعني كل واحد يلعب لوحده. كل دي حاجات انت بتعمل لها ميجرمنت، لكن مش بشكل استراكشرد. انت ايه بتعمل اوبزرفيشن للفينومينا اللي قدام حضرتك بشكل عام. يعني في عندنا برضو نقطه تانية اللي هي الاوبزرفيشن ميثود ديسجايزد فيرسس الانديسجايزد اوبزرفيشن. يعني ايه؟ يعني هل الراجل اللي انت بتعمل له اوبزرفيشن ده اوير ان انت بتراقبه او مش بتراقبه، يعني بتلاحظ تصرفاته، هل هو اوير الريسبوندنت ده اوير ولا ان اوير؟ ها فبيقول لك الانديسجايزد اوبزرفيشن ذا ريسبوندنت ار اوير ذات ذي ار اندر اوبزرفيشن. ليه بقى؟ لان احنا كلنا تحت الاوبزرفيشن. لو انا حسيت ان في حد بيلاحظني او بيراقبني، انا ادور دايما هدور على المثاليه، ان انا اتصرف بشكل مثالي، ها او ممكن حتى مثلا شكل يرضي اللي قدامي على سبيل المثال. فلازم بحط في بالي في الميجرمنت انا الاوبزرفيشن الطريقه دي هل ديسجايزد ولا انديسجايزد. في عندنا ملاحظه تانية اللي هي الناتشرال والكونترايفد اوبزرفيشن. يعني ايه ناتشرال؟ يعني انا بشوف البيفير بتاع الريسبوندنت، واخد بالك، في المكان الطبيعي للحدث. يعني انا عايز مثلا اشوف الناس لما بتروح ماكدونالد بتتصرف ازاي في موضوع الاكل والشرب وايه الحاجات اللي بيفضلوها، وموضوع الفلوس مثلا، هل في بعض الحاجات اللي في المنيو بيعترض على سعرها مثلا، ولا حاجه بيعترض على طعمها مثلا، خد بال حضرتك. فانت هنا ده بنسميه ناتشرال اوبزرفيشن، ها انت داخل ماكدونالد وبتشوف. لكن في الكونترايفد اوبزرفيشن ده هنا بيكون الموضوع ارتفيشال انفايرمنت، زي مثلا بعمل كيتشن تيست كيتشن، انت عايز تعمل مثلا تجربه على اكل معين او ما شابه، فبتعمل موقع انت بتبنيه، واخد بالك، حاجه زي استوديو مثلا كده اصطناعي، انت بتعمل فيه البيهيفير، بتشوف فيه، بتلاحظ البيهيفير. فبرضه الموضوع مش طبيعي، ده ارتفيشال انفايرمنت يعني. فلازم برضه احط في اعتباري هل انا الاوبزرفيشن ميثود دي بعملها اندر natural condition ولا ال contrived condition. ال observation في عندنا اكتر من طريقه. في عندنا ال personal observation، شخص بيراقب شخص، ها شخص بيعد مثلا او بيتوقع behavior معين فبيعد عدد مرات حدوثه. في عندنا ال mechanical observation، في عندنا ال auditing، في عندنا ال content analysis، في عندنا ال trace analysis. طب ايه الفرق ما بينهم؟ البيرسونال اوبزرفيشن ده بنقيس الاكشوال بيهيفير لما بيحصل، تمام. هنا بيقول لك الاوبزرفر داز نوت اتمبت تو مانيبيوليت ذا فينومينا بينج اوبزرفد بات ميرلي ريكورد وات تيكس بليس. مجرد ان هو ايه، لا بيتدخل، هو لا يتدخل ابدا في اللي بيحصل، ومجرد ان هو بيحسب عدد المرات الفينومينا اللي مفروض تحصل او احتماليه حدوثها موجوده. في عندنا الطرق الميكانيكال، أجهزة معينة بتقيس.
زي مثلا الاي سي نيلسن الاوديميتر، ده بيقيس مثلا الاي تراكنج مونيتور، ها بيقيس عدد البيوبل ميتر، عدد مثلا العين لما بتبربش مثلا يعني. الفويس بيتش انالايزر بيقيس حدوث اي تغيرات في التون بتاع الصوت مثلا. في عندنا بقى الاجهزه اللي تعتبر ايه، عارف انت فاكر المسلسل بتاع رأفت الهجان والحاجات اللي زي كده، اللي هو اجهزه كشف الكذب والحاجات اللي زي كده، التغيرات البيولوجيه في الانسان، عرق ما عرقش، صوته اتغير، بربش بعينيه كتير عن المعتاد وهكذا. فدي كلها بنسميها الميكانيكال اوبزرفيشن، بتشوف. في عندنا الكونتنت اناليسز بيستعملوها يمكن في الويب سايت والحاجات اللي هي متعلقه بالاونلاين دلوقتي. هنا بيقول لك بيعمل اناليسز ميجرمنت مثلا ووردز معينه، كلمات معينه، سيمز معينه، سبيس او تايم مانجمنت، لينث اوف ديوريشن اوف مسج، ها شركه بتجي لك مثلا عليها تعليقات معينه على المنتج بتاعك في مثلا في الفيسبوك اللي انت عامله جروب او بلوج للمنتج او للشركه بتاعتك، فانت عايز تقيس كام رساله جات لك طويله، كام رساله فيها الكلمه الفلانيه، كلمات استحسان او كلمات سلبيه مثلا. فانت هنا بتعمل اناليسز، ده بنسميه كونتنت اناليسز. في عندنا طريقه اخرى بنسميها تريس اناليسز. تريس انت بتشوف ايه، يعني بتقيس حاجات معينه. يعني على سبيل المثال المتاحف مثلا، المتاحف حاطه معروضات كتير، تقول لك ايه، تقول لك احنا هنقيس نسبة الإيروجن اللي بيحصل في مثلا السيراميك أو البلاط اللي موجود قدام تحفة معينة، التحفة ديت أو العرض الفني أو اللوحة الفلانية دي بيروحوها ناس كتير، لدرجة إن أنا مضطر إن أنا مثلا أغير السيراميك ولا الأرضية اللي تحت اللوحة دي كل مثلا 6 شهور مرة، واحدة تانية، لوحة تانية أو عرض تاني ممكن بال10 سنين، ما فيش زحام عليها. انت متخيل الدقة؟ بيقول لك هنا برضو طريقة من طرق التريس اناليسيس، بيقول لك نمبر اوف ديفرنت فينجر برينت على بيجز، ها عشان اقيس مثلا الادفرتايزنج في المجازين، مجلة معروضة مثلا في اوتيل مثلا او في محل مثلا الحلاقة وما شابه، فانت بتشوف الفينجر برينت على الاعلان معين، الاعلان ده اتشاف كام مرة، الناس اهتمت بالموضوع الفلاني كام مرة، انت متخيل؟ الراديو ستيشن بتقيس عدد المستمعين لمثلا لراديو ستيشن في ولايه معينه في امريكا في ايفنت معين، حفله معينه لحد من الموسيقيين ولا المغنيين، فعايزين يشوفوا كام الف واحد متابع من خلال الراديو ستيشن مثلا الايفنت اللي حاصل ده. العربيات الكارز بيقول لك مثلا في الباركنج بتاع المولات الكبيره، العربيات اللي موجودة في الباركينج عربيات قديمة ولا حديثة، حالتها عاملة ايه، ده بيديك انطباع عن الناس اللي بتروح المول دوت، الناس دي عندها مثلا قدرة مالية كبيرة ولا قدرة مالية متوسطة وهكذا. فزي ما انت شايف كده، انت هنا بتعمل تريس اناليسيس عشان توصل ل يعني كونكلوجن معين يقدر يساعدك في اتخاذ قرار. طبعا في مميزات وفي عيوب في طريقه الاوبزرفيشن. مثلا المميزات بنتكلم على ان الاوبزرفيشن بتديك الاكشوال بيهيفير، مش حاجه مصطنعه، انت بالفعل بتشوف الناس بتتصرف ازاي، مفيش ريبورتنج بايز، مفيش بايز في الموضوع، مفيش انحياز او تدخل من راجل انترفيور مثلا او راجل الاوبزرفر، واخد بالك؟ لا هو بيقول اللي شايفه، مفيش مثلا غير طريقه البروجيكشن، فاكرين كنا بنقول الراجل دوت، لا ده ممكن يبقى فيه بايز بشكل ما. لكن برضه في ديس ادفانتج، انت عندك الاوبزرفيشن المشاكل بتاعتها او العيوب بتاعتها انك ما تقدرش تقيس الموتيفز والبليفز والاتيتيود والبريفرنس بتاعت الاشخاص، انت مجرد بتقيس الايه الاكشن. تايم كونسيومنج، ضيع وقت طويل جدا جدا. ممكن كمان طريقه الاوبزرفيشن تكون ان ايثيكال، الناس ممكن ما تكونش موافقه ان هي يتم مراقبتها مثلا، يعني في ناس هترفض الكلام ده. فكل طريقة في الدنيا ليها مميزات وليها عيوب، فأنت لازم طبعا بتقيس الفاكتورز ديت وتحطها في حسبانك. طيب لو اتكلمنا بقى بشكل اوفر اول كده على موضوع البيزنس ريسيرش. البيزنس ريسيرش زي ما اتفقنا من الاول ان هو من الحاجات المهمة جدا واللي هتساعد في اتخاذ القرارات. لكن زي ما احنا متفقين من شوية كل حاجة ليها مميزات وليها عيوب.
يعني على سبيل المثال البيزنس ريسيرش كان بي هاير كوست افير، موضوع مكلف جدا جدا. انت ممكن تتعاقد مع شركه اخرى عشان تعمل لك ماركت ريسيرش عشان تاخد قرار معين، يكلفك الموضوع ده اكتر مثلا من 4 اصفار او 5 اصفار، عمليه مكلفه جدا. فانت لازم تحسب الفايده من الماركت ريسيرش. Most of the time business research is based on assumption. احيانا الموضوع بيكون في بايز واسامشن وافتراضات غير حقيقيه، واحيانا بيتعمل الماركت ريسيرش عشان يرضي نظره المدير، المدير بيكون ليه نظره معينه، فاحيانا الموضوع كله يتاخد بشكل بايز عشان نرضي الراجل اللي هو صاحب القرار. مش انا قلت لكم انا صاحب الخبره وانا كنت شايف الموضوع من غير ما نعمل. Time consuming، محتاج وقت طويل. احيانا البيزنس ريسيرش كان sometimes give you inaccurate information because of biased population or small focus group. والله لو انا عملت ان ديبس انترفيو مع شخص والشخص ده biased او له مصلحه في حاجه معينه، ممكن يوديني في داهيه. لو فوكس جروب عددها قليل او ناس مش ريليفنت او ناس مش هتساعدني، واخد بال حضرتك برضو الموضوع هنا يعني هيديني في الاخر معلومه او داتا للاسف همشي وراها وهي مش صح، اتبنت على يعني بيز ما هواش صح. بيزنس ريسيرش ريزلت كان كويكلي بيكام اوبسوليت بيكوز اوف ذا فاست تشينجينج ماركت. انا المعلومه ممكن ادور عليها دلوقتي ويعني اوصل لكونكلوجن معين، لكن السنه اللي جايه تتغير الانفايرمنت اللي حواليا، السيتويشن يتغير في بعض الامور، يدخل مثلا كومبيتيتورز جديد، تحصل حاجه كبيره زي الكوفيد ولا زلزال ولا تغييرات كبيره في الماركت ولا قلاقل مثلا سياسيه في البلد، يبقى كل اللي اتعمل ده كله من البيزنس ريسيرش للاسف مش هيكون ريليفنت بشكل كبير. فلازم انت تحط ده في اعتبارك وانت بتاخد القرار، والى اي حد والى اي مده زمنيه انا هقدر استفيد بالديتا اللي حصلت عليها من الماركتنج ريسيرش. طبعا اتمنى مره تانية ان حضرتك تطالع كل الفيديوهات اللي اتعملت في الموضوع، اكتر من اعتقد كانوا 26 ولا 27 فيديو، اتمنى ان حضرتك تتابعهم 10 دقائق تقريبا في المتوسط لكل فيديو. في عندنا كمان توبيك انا لم اتطرق ليها في الزتونه، عندنا زي السكيلينج والميجرمنت، عندنا زي الكواتشينير ديزاين بشكل تفصيلي، فاتمنى ان حضرتك تدخل فيها تشوف تتفرج تتعرف على جزئية السكيلينج والميجرمنت عشان لما تيجي تعمل حاجة تعملها بشكل مظبوط. فأتمنى يا رب أكون أفدت حضراتكم في الزتونة ديت الماركتنج ريسيرش، أتمنى أن يكون الموضوع سهل وبسيط، وطبعا تحت أمر حضراتكم في أي نوع من أنواع الأسئلة، سواء على تقدر حضرتك تتابعني من خلال اليوتيوب تشانل بتاعتي محمد فتحي إبراهيم، أو من خلال جروب بلاستوما أنكلستوما، أو من خلال الفيسبوك البيج بتاعتي محمد فتحي ابراهيم. يشرفني يعني اي اسئله اي استفسارات، ما تاخرش ان شاء الله عن حضرتك. اهلا وسهلا بيكم، ونتقابل ان شاء الله في العديد من الفيديوهات. السلام عليكم.